العراق الحائلة دون الحصول على بطاقة التعريف الوطنية للنواب مصطفى مشعلي رضوان الضم الحق شفيق العربي مهيدي عبد اللطيف الجيراني مصطفى رحمة قريقش محمد مبتع عمر كردودي عمر محب ثوريا الشرقي وعبد القادر تات من الفريق الحركي. تفضل سيدي نائب السيد مشعلي. تفضل السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم. أصبحت بطاقة التعريف الوطنية جزء من هوية المواطن ووثيقة أساسية في حياته اليومية. ونتساءل الآن لماذا بعض المغاربة وكثير منهم في عديد من المناطق لم يتمكنوا منذ سنين بهذه البطاقة الوطنية، ولكم الشكر. الكلمة لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. الإدارة العامة ديال الأمن الوطني تتعمل على إنجاز هذه البطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتسليمها لراغبين فيها شريطة توفرهم على الوثائق القانونية اللي هي محددة في إطار القانون. وتنص هذه المادة ديال القانون على إجبارية الإدلاء بشهادة الإقامة تسلموها حسب الاختصاص الترابي إما مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، أو في حالة عدم وجودها السلطة الإدارية المحلية كوثيقة أساسية من بين الوثائق اللازمة للحصول على البطاقة الوطنية. ولذلك تعمل المصالح المختصة على تسليم هذه شهادات الإقامة لكل من يرغب في ذلك بعد القيام ببحث في الموضوع. ويستفيد من هذا الإجراء كل مواطنين بغض النظر على مكان إقامتهم. غير أن ونظرا للوضعية الخاصة لبعض شرائح المواطنين الذين يحاولون الحصول على حقوق معينة من خلال إثبات سكنهم بأحياء صفيحية، فقد تم اعتماد طريقة مبسطة تمكن هؤلاء من الحصول على شواهد الإقامة إسوة بباقي المواطنين، وذلك لقضاء مصالحهم. وسنحرص في وزارة الداخلية على إيجاد هذه الحلول الملائمة بالنسبة لهذه الفئة لتمكينهم من هذه الوثائق وخصوصا بطاقة التعريف. وشكرا. شكرا. تعقيب سيدنا. تفضل. شكرا سيد الرئيس. الهوية ديال المغاربة الآن هذا البطاقة الوطنية رجعت عندها واحد جزء كبير في الهوية ديال المغربي. المغربي ما احنا الهوية ديالنا معروفة، نساكن في الكاريان ولا في براكه ولا فين ساكن، خاصني نكون كمغربي عندي البطاقه الوطنيه ديالي وما يكونوش دوك الشروط اللي الشروط اللي دارتهم الاداره، شروط ما كيتمكنش بهم هذاك السيد اللي ساكن كما قال السيد الوزير وعنده الحق، ذاك السيد اللي ساكن في براكه ولا ساكن في واحد المحل عشوائي. لانه الهويه المغربيه باينه معروفه، احنا مسلمين كنتكلموا العربيه والمغربيه وعندنا تقاليد وعندنا مقدسات الى اخره، ولكن هذا لاكارت ناسيونال دابا اخذت واحد جزء كبير في هذه الهويه. لهذا سيد الوزير لابد علينا ان نسرع في 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 تمكين هاد المواطنين من هاد الوثيقة. ولكم الشكر. شكرا.